سريعا مشاهدينا هنروح للإدارة العامة للمرور ومراسلنا من هناك محمود جميل اللي هيعرفنا على أخبار الشوارع دلوقتي. صباح الخير عليك يا محمود. صباح الخير عليك يا شاذلي، وصباح الخير عليك يا جمانة. بصبح على كل مشاهدي ومتابعي برنامج صباح الخير يا مصر في كل مكان. بصبح على حضراتكم من الإدارة العامة للمرور لمتابعة الحالة المرورية اليوم. متابعتنا للحالة المرورية النهاردة هتكون على المحاور والطرق الرئيسية في القاهرة الكبرى، فخليني أبدأ مع حضراتكم من خلال الكاميرات المثبتة للإدارة العامة للمرور، وهبدأ مع حضراتكم من أول العاصمة الإدارية الجديدة وتحديدا من بن زايد الشمالي. بن زايد الشمالي هنا هنلاقي أن في سيولة مرورية في الاتجاهين في طريق بن زايد الشمالي الخاص بالعاصمة الإدارية الجديدة. من بن زايد الشمالي هننتقل إلى بن زايد الجنوبي، وتحديدا أمام منطقة الأبراج، في أمامنا البرج الأيقوني ومنطقة الأبراج. هنا هنلاقي في سيولة مرورية أيضا مع استمرار الأعمال الإنشائية اللي بتتم داخل العاصمة الإدارية، فهنلاقي أن في سيولة مرورية في الاتجاهين داخل منطقة الأبراج. هننتقل من العاصمة الإدارية الجديدة إلى محور 26 يوليو وتحديدا مدخل الشيخ زايد. زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية بالنسبة المتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، أو هيكون متجه إلى دخلة الشيخ زايد أو طريق اسكندرية الصحراوي، وأيضا الاتجاه الآخر القادم من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى كوبري 15 مايو ومحور 26 يوليو وميدان لبنان، هيكون أيضا في سيولة مرورية موجودة على هذا الاتجاه. بالانتقال من محور 26 يوليو ومدخل الشيخ زايد سننتقل إلى طريق الواحات. طريق الواحات زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى مدينة 6 أكتوبر، أو هيكون متجه إلى نزلة اسكندرية الصحراوي من طريق الواحات، أو الاتجاه الآخر اللي هيكون قادم من طريق الواحات ومتجه إلى ميدان الجيزة وجامعة القاهرة، هيكون في طبعا سيولة مرورية في الاتجاهين. من طريق الواحات هننتقل إلى طريق المريوطية. طريق المريوطية زي ما حضراتكم شايفين هيكون طبعا في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى الطريق الزراعي، والاتجاه الآخر اللي هيكون متجه إلى مدينة 6 أكتوبر. أيضا المتجه إلى منزل المريوطية هيكون أيضا في سيولة مرورية بالنسبة لمنزل المريوطية. هننتقل من طريق المريوطية إلى طريق أعلى القوس الغربي، هيكون متجه إلى رود الفرج وكوبري تحيا مصر، هيكون في سيولة، وده القادم طبعا من مدينة 6 أكتوبر، هيكون في سيولة مرورية على هذا الاتجاه تحديدا، والاتجاه أيضا الخارج من كوبري تحيا مصر ورود الفرج ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون في سيولة مرورية في الاتجاهين. أيضا هننتقل من أعلى القوس الغربي تحديدا إلى البحر الأعظم. البحر الأعظم هيكون عندنا طبعا سيولة مرورية بيشهدها طريق البحر الأعظم، سواء الاتجاه المتجه إلى المريوطية والمنيب، أو الاتجاه الآخر المتجه إلى المعادي والتجمع. وأيضا اللي هيكون جاي من التجمع والمعادي وهينزل منزل البحر الأعظم، فهيكون عندنا سيولة مرورية تامة في منزل البحر الأعظم، رغم وجود الأعمال الإنشائية والتوسعية اللي موجودة على الطريق الدائري، لكن البحر الأعظم بيشهد سيولة مرورية موجودة. من منزل البحر الأعظم اللي هيكون متجه بقى إلى المنيب، هيكون عندنا هنا منزل الصعيد طبعا، وهو أحد المناطق الهامة على الطريق الدائري، لكن احنا دايما كالعادة بيبقى في عندنا بعض الكثافات المرورية اللي بتبقى موجودة هنا في هذا الاتجاه، وهو المتجه إلى القاهرة الجديدة والمعادي وحلوان، ده طبعا نظرا للأعمال التوسعية اللي بتكون موجودة على الطريق الدائري، واللي بعد ما هيتم الانتهاء منها هتفرق معانا جدا في مسألة ان يكون في سيولة مرورية على هذا الاتجاه تحديدا. لكن الاتجاه الاخر اللي هيكون قادم من المعادي وحلوان والقاهرة الجديدة ومتجه الى مناطق الجيزة والمنيب والبحر الاعظم، هيكون في سيولة مرورية على هذا الاتجاه رغم وجود الاعمال التوسعية والانشائية اللي موجودة على الطريق الدائري. زي ما قلنا لحضراتكم ان منزل المريوطية هيكون في سيولة مرورية، فده تحديدا منزل المريوطية بالصورة أقرب لحضراتكم، هيكون المتجه إلى المعادي والتجمع
من مدينة 6 أكتوبر باتجاه البحر الأعظم هيكون في سيولة مرورية على هذا الاتجاه، والاتجاه الآخر اللي هيكون قادم من المعادي والتجمع والبحر الأعظم ومتجه إلى مدينة 6 أكتوبر هيكون طبعا في سيولة مرورية، ودايما بيكون هذا الطريق هو الطريق الأسهل والأقرب للي جاي من مدينة 6 أكتوبر ومتجه إلى المعادي والتجمع. بالانتقال بعد كده إلى منطقة الأوتوستراد، زي ما حضراتكم شايفين منطقة الأوتوستراد هيكون في سيولة مرورية بالنسبة المتجه إلى صقر قريش أو الجيزة، أو العكس المتجه إلى المعادي والتجمع. هننتقل إلى سما طور وتحديدا دائري التجمع والمعادي، زي ما حضراتكم شايفين هيكون في سيولة مرورية بالنسبة للمتجه إلى التجمع أو العين السخنة، أو القادم من التجمع والعين السخنة ومتجه إلى طبعا المعادي، فهنا هيكون في سيولة مرورية في جميع الاتجاهات. إذا احنا بنشهد سيولة مرورية النهاردة في أغلب المحاور الرئيسية والطرق في القاهرة الكبرى، أيضا طريق السويس النهاردة بيكون معنا بيشهد أيضا سيولة مرورية في الاتجاهين، سواء الاتجاه المتجه إلى السويس أو القادم من السويس ومتجه إلى الرحاب والقاهرة. بعض الأعمال التوسعية والإنشائية اللي بتكون موجودة على الطريق الدائري وتحديدا منزل الصعيد هو اللي بيكون فيها بعض الكثافات نظرا لهذه الأعمال الإنشائية، لكن بعد الانتهاء منها طبعا هيكون في سيولة مرورية على هذه الطرق. بشكل عام النهاردة في سيولة مرورية موجودة، مفيش إغلاق لأي من الطرق، ودي كانت متابعتنا للحالة المرورية من داخل الإدارة العامة للمرور. برجع لكم في الاستوديو شاذلي وجمانة مرة تانية. نشكرك شكرا جزيلا محمود جميل مراسل صباح الخير يا مصر على كل هذه التفاصيل، شكرا جزيلا ليك.